ريفها حيث دمر بواسيرنا تجمعا للإرهابيين على طريق الغارية الغربية خربة غزالة، قضى فيه أكثر من 35 إرهابيا بينهم جنسيات غير سورية. عرف منهم مروان كسابرة، عبد الرحمن سلامات، عدنان الغزاوي، أيوب كمال الزعبي، وجرح أكثر من 10 إرهابيين. وفي طفص وصيصون وتسيل وطفص والمسرتية وسحم الجولان، الشبرق، جاسم ونمر وغباغب وبصر الشام، قضت الجهات المختصة وقواتنا الباسلة على أعداد من الإرهابيين وأصابت آخرين ودمرت تجمعاتهم وأدوات إجرامهم. وعرف من الإرهابيين القتلى عمار السمري، سعودي الجنسية، خبير متفجرات، ومحمود المطيري، كويتي الجنسية، وخلدون الحوامدة، ومحمود الوادي، موسى الحلقي، أحمد شباط، عبد الله الحفشوني، ومحمد سالم الدوس، وسامر البندر من جنسية غير سورية، متزعم لما يسمى كتيبة جنود جلق. وبالانتقال إلى دوما بريف دمشق، دمر بواسلنا وكرا للإرهابيين بما فيه من أسلحة وذخيرة في حي الحجازية، وقضوا على عدد من الإرهابيين. وقرب حديقة الطلائع في مدينة حارستا تم القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وعتاد، وقضت على عدد من الإرهابيين عند نفق حرملة بين جوبر وزملكة. وفي حي جوبر تم تدمير وكرا للإرهابيين بما فيه قرب برج المعلمين ومقتل عدد من الإرهابيين. وفي حلب وريفها دمر بواسلنا عتادا وكميات من الأسلحة شمال شركة الكهرباء بالشيخ سعيد وقرب جامع التوابين ومدخل مخيم حندرات، كما تم القضاء على عدد من الإرهابيين في محيط المدينة الصناعية وعند المنطقة الحرة بالقرب من معمل الزجاج والزراعة. وفي بلدة منغ أوقع بواسلنا أفراد عصابة إرهابية بين قتيل ومصاب في العلقمية وقرب مركز البحوث الزراعية. إلى ذلك تم القضاء على عدد من الإرهابيين قرب معمل الدقاق وجنوب جامع إبراهيم الخليل في خان العسل، وتم تدمير أسلحة وذخيرة. وفي دير الزور وريفها دمرت قواتنا الباسلة تجمعات للإرهابيين في حيي الصناعة وكنمات، وقضوا على إرهابيين كانوا يستقلون سيارات محملة بالأسلحة والذخيرة على جسر السياسية أثناء محاولة إدخالها إلى المدينة، كما تم تدمير تجمع للإرهابيين في قرية المريعية بما فيه من أسلحة وذخيرة.